كابتن احمد، عايزين نتكلم اكتر عن اللعيبه اللي تالقت في المباراه، بس خليني ابدا معاك من مروان محسن. عايز اعرف رايك فيه فنيا المباريات اللي فاتت، خصوصا في مباراه الكونغو في الذهاب او فيتا كلوب يعني الكونغولي في الذهاب وفي الاياب. شفت ازاي مستوى مروان محسن؟ اكيد مستوى مروان يعني يحسب له، على برغم الانتقادات اللي انت يعني تعرض ليها مروان، لكن مروان عنده صفات اللعيب الكبير، صفات اللعيب اللي تحمل الضغوط. ويمكن ده انا يمكن لما كنت بطلع في اي برنامج بتكلم على مروان فبقول منه احسن فراوده في مصر ومحتاج الدعم، لان انا مش شايف حد في مصر احسن من مروان. ومن ماتش من مباراه لمباراه بيثبت ان لا، اضافه للفريق، حتى سواء لما بينزل تغييره بيبقى بيضيف للفريق، بيحرز اهداف، سواء انا وصنع يعني هدف مباراه الاسماعيلي وصنع هدف في المباراه اللي فاتت. اكتر من مباراه، مش شرط ان الفرود ان انا بتحرك لازم انا اللي اجيب الجول، انا ممكن بتحرك بفضي للناس. ومروان عنده الملكه دي، مروان عنده ان هو يبقى محطه كويسه للناس اللي جايه من تحت، وخصوصا في طريقه لعب النادي الاهلي، ان مهم جدا لعيب الفرود بتاع النادي الاهلي ان هو يبقى محطه، لان كل الناس اللي جايه من تحت سواء قفشه سواء محمد شريف سواء كهربا سواء اي حد من اللي بيلعب، طاهر، حسين الشحات، اللعيبه دي اللي جايه من تحت دي طرق اللعب الجديده، اجايه، كل اللي جاي من تحت ده هو ده اللي بيجيب الاهداف. لكن مهم جدا مروان من مميزاته ان هو بيقدر يتحرك كويس يفضي الناس اللي تحت، او سواء ان هو يبقى محطه. ده اداء مروان، وده اللي مش جديد عليه. يمكن هو كان بيعاني من سوء توفيق شويه الفتره الاخيره، لكن هو انا بشوف ان مروان من احسن الفراوده في مصر. اتمنى ان كل وسائل الاعلام تدعمه، لان هو يستاهل، لان انا مش شايف حد احسن مروان في المكان ده، او ان هو يبقى جدير يبقى فرود النادي الاهلي. فكل المقومات فرود النادي الاهلي اكيد موجوده في مروان. طيب محمد شريف بقى، لازم اخدك لمحمد شريف ودوره امبارح والروتيشن اللي كان بيحصل بين شريف ومروان. ده اللي كنت بناشد بيه الفتره الاخيره كلها، لما شريف ما كانش بياخد في المباريات كنت هو اكيد لعيب مهم، اكيد لعيب هيضيف. اتكلمنا في ده كتير قبل كده يا كابتن كتير. احمد كان ان هو لازم يبقى ليه دور، وشريف من نوعيه ان انت ممكن تغير طريقه اللعب على شريف. ان انت ممكن تلعبه سترايكر صريح ان هو يلعب تسعة، او ممكن تلعبه تحت الفرو سواء في الطرف اليمين او الطرف الشمال. هنا ده بيوفر عليك كمدير فني ان انت تغير، عشان كده لما بتبدا بيه بيبقى مهم. لو عايز تبدا بيه فرو التسعة هيقدر يأديها وبيقدر يحرز أهداف، وده أثبته لك كمدير فني في أكتر من مباراة. لكن شريف ممكن لو مش عايز تستغله تسعة، أنت ممكن ترمي وولتر بواليا فيرويد وينزل محمد شريف سواء في الطرف اليمين أو الشمال. دي ميزة من مميزات النادي الأهلي، إن أنت عندك البدلة كمان زي الناس اللي جوه أحسن. فدي برضو من فرق البطولة، فرق صح. البطولة إن أنت عندك دكة الاحتياطي، لما تبص حتى في أي تغيير الناس اللي بتنزل بتضيف. فدي ميزة من مميزات النادي الأهلي. وانا بقول هنا اي حد بيلبس شيرت النادي الاهلي مفيش اساسي واحتياطي، انت صح. بتبقى جدير ان انت تلبس شيرت النادي الاهلي، بيبقى عندك لعيب، عندك مقاومات البطوله، بتقدر تتحمل الضغوط. عشان كده مستر موسيماني لما بيعمل اي تغيير لا، الناس اللي بره بتنزل تضيف، وخصوصا ده بان في التغييرات، يعني بان في التغييرات، وخصوصا الناس اللي بتنزل بتضيف وبتقدر تامن كويس. ده بان في التغييرات لما قفشه طلع ونزل حمدي وقدروا ان هم يامنوا نص الملعب. لو عايز تغير شريف من فروت صريح هيقدر يلعب على طرف من الاطراف، فده دي حاجه بتميز النادي الاهلي اكيد يعني. اكيد.